السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بكم في حلقه جديده من سلسله حلقات سمارت سيستمز اكاديمي التعليميه. النهارده ان شاء الله هنستكمل الكورس الخاص بالدي سي سيلف اكسايتد جنريتور، وهنبدا نشوف تجربه جديده وهي ازاي هبدا اعكس البولاريتي الخاصه بالاوتبوت الخاص بملفات الارمتشر. بالتالي انا عايز اعكس الفولتج اوتبوت من الجنريتور، عايز اعكس البولاريتي بتاعته، فهنبدا نشوف ازاي ممكن اعكس البولاريتي الخاصه بالفولتج. طيب زي ما احنا قلنا من القانون البسيط، انا هنا مش مستخدم لود فالسيستم شغال ات نو لود، فزي ما قلنا ان القانون البسيط الاي ام اف بتساوي الفولتج، وبالتالي لو انا عايز اغير البولاريتي الخاصه بالفولتج لازم اغير في البولاريتي الخاصه بالاي ام اف، وزي ما قلنا الاي ام اف بتساوي الكي في الفاي في الاوميجا، وبالتالي لو انا عكست السرعه اتجاه السرعه اللي هي الاوميجا هلاحظ ان البولاريتي الخاصه بالفولتج هتبدا تتغير. طيب نفس الكلام لو انا ثبت اتجاه السرعه وغيرت البولاريتي او اتجاه الفلوكس عن طريق ان انا بغير البولاريتي على ملفات الفيلد او بغير اتجاه تيار الفيلد، فهلاحظ ان اتجاه الفلوكس هو كمان هيبدا يتغير، وكمان هلاحظ كده ان الفولتج البولاريتي بتاعته هتبدا تتغير. يبقى تاني ببساطه الاي ام اف بتساوي الكي في الفاي في الاوميجا اللي هي بتساوي الفولتج ات نو لود، وبالتالي لو انا عايز اغير البولاريتي بتاعت الفولتج هغير اتجاه الاي اف او هغير اتجاه السرعه. طيب دلوقتي هنبدا نشوف التجربه من خلال برنامج لاب سوفت. مبدئيا التوصيله ما اختلفتش عن توصيله التجربه السابقه، زي ما قلت انا عندي هنا لازم يبقى فيه فيلد عشان اما احرك الروتور الخاص بالجنريتور يبدا يجنريت الكتريكال باور. فانا هنا الفيلد ده عن طريق ان انا مسلط دي سي فولتج على اطراف الفيلد، وبالتالي مرر تيار وعمل لي ماجنتيك فيلد. يبقى ده كده الماجنتيك فيلد، وفي طريقي اثناء تسليط الفولتج على ملفات الفيلد خدت معايا مقاومه متغيره، وكمان خدت اميتر عشان لو عايز اقيس قيمه الكرنت او لو عايز اعمل كنترول في الاي اف، فبالتالي انا حاطط مقاومه متغيره مع ملفات الفيلد. تمام، هنا انا واخد ملفات الارمتشر هي اللي هتبدا تجنريت الفولتج، وبالتالي انا واخد هنا الملفات اقيسها على فولتميتر عشان ابدا اقيس الفولتج اوتبوت من السيستم. دي كده التوصيله ببساطه جدا، ونفس التوصيله على السيستم ما اختلفتش. زي ما احنا شايفين التوصيله، اول حاجه في توصيله ما بين الباور سبلاي وما بين السيرفو ماشين تيست وما بين الموتور، ودي عرفنا الهدف منها من خلال التجارب السابقه. بعد كده انا خارج من البوزيتيف والنيجاتيف الخاصين بالدي سي فولتج سورس، خرجت بالبوزيتيف على المقاومه المتغيره، وبعد كده خرجت من المقاومه المتغيره على طرف من اطراف ملفات الفيلد، والطرف الثاني خرجت منه على اميتر عشان ابدا اقيس قيمه الكرنت الخاص بالاي اف لو انا عايز ابدا اقيسه، وبعد كده خرجت من الطرف الثاني للاميتر، رجعت قفلت السيركت عن طريق ان انا رجعت مره ثانيه للنيجاتيف الخاص بالدي سي سورس. فدي كده الدايره ببساطه، وهنبدا التشغيل ونشوف ازاي ممكن نبدا نعكس البولاريتي الخاصه بالجنريتور او الخاصه بالفولتج او البوت الخاص بالجنريتور. في البداية هنبدأ نشغل الاوبريشن عادي جدا زي التجربة السابقة، وهنبدأ نشوف البولاريتي الخاصة بالجنريتور او الفولتج اوتبوت، وهنبدأ نحدده في البداية. طيب يبقى انا دلوقتي هبدأ التشغيل، لازم اختار من المود دي سي وان كنترول عشان انا هنا هبدأ اتحكم مانيوال في سرعة السيرفو، وبالتالي هبدأ اتحكم مانيوال في سرعة الروتور. تمام، هبدأ اسلط قيمة
الدي سي فولتج، وبكده انا بدات اعمل داخل الموتور ماجنتيك فيلد. وهبدا دلوقتي اعمل ران للسيرفو عشان ابدا احرك الماشين، فبالتالي هتتحول لجنريتور. فانا دلوقتي ابدا تشغيل، هخلي السرعه 2000 RPM زي ما احنا شايفين. ابتدى الموتور الخاص بالسيرفو او حركه السيرفو، بدا الحركه بقت كلوك وايز في اتجاه عقارب الساعه، ودي الاوبريشن الطبيعيه اللي كنا شغالين عليها في التجربه السابقه. عندي كده الحركه في اتجاه عقارب الساعه، هبدا اخلي السرعه ب 2000. هلاحظ هنا ان البولاريتي الخاصة بالفولتج هي بوستيف وقيمتها 191 فولت. طيب واتجاه الكرنت الخاص بملفات الفيلد برضو اتجاهه بوستيف وقيمته تقريبا 90 ملي امبير. بدي كده كانت الحالة الاولى اللي احنا شغالين عليها. وزي ما احنا شايفين البولاريتي الخاصة بالاي اف والفولتج الاثنين بوستيف، والسرعة في اتجاه عقارب الساعة. طيب دلوقتي قلنا هنبدا نعكس حاجه من الاثنين، اول حاجه اتجاه السرعه، او ممكن ابدا اعكس البولاريتي على اطراف الفيلد، وبالتالي كده اتجاه الاي اف هيبدا يتغير، فبرضو البولاريتي هتبدا تتغير. فانا اول حاجه هبدا اغير اتجاه السرعه فقط. كده الموتور سرعته بقت بزيرو، سرعة السيرفو وبالتالي سرعة الشافت بقت بزيرو. هبدأ أعكس اتجاه السرعة، فهنلاحظ إن الروتور هيبدأ يدور أنتي كلوك وايز، وهنبدأ برضو نشوف البولاريتي الخاصة بالفولتج عن طريق المالتي ميتر. طيب لازم أتأكد طبعا من المودز إن أنا هنا ميجرينج فور دي سي، ان انا عايز اقيس قيم الدي سي، ودي لازم كنت بتاكد منها الاثنين طبعا اهو ميجرنج دي سي مود، دي بس كنت بتاكد منها عشان لما البولاريتي تتعكس يبدا المالتيميتر يلاحظ القيمه المعكوسه دي. فدلوقتي هبدا اعكس اتجاه الدوران، زي ما احنا ملاحظين السرعه بقت بالنيجاتيف، معناها ان انا عكست اتجاه حركة السيرفو موتور وبالتالي اتجاه حركة الشافت. فنلاحظ كده ان اتجاه الدوران بالفعل اتعكس وبقى انتي كلوك وايز. طيب دلوقتي لو ملاحظين ان البولاريتي الخاصة بالفولتج بقت بالنيجاتيف، وبالتالي بالفعل البولاريتي الخاصة بالفي اوتبوت اللي خارجة من الجنريتور بالفعل اتعكست. طبعا لو وصلت لسرعات اعلى هلاحظ ان الفولتج بيبدأ يزيد. هنا انا هعمل الرينج 300 فولت، بالتالي كل ما بزود قيمه السرعه هلاحظ ان الفولتج بيزيد ولكن البولاريتي بتاعته معكوسه، بمعنى البوزيتيف والنيجاتيف اتعكسوا. زي ما احنا شايفين لو وصلت لقيمه ال 2000 وصلت لقيمة ال 2000 تقريبا، وصلت لنفس قيمة الفولتج اللي هو كان تقريبا ب 190 فولت، ولكن الحاجة الوحيدة اللي اتغيرت البولاريتي الخاصة بالفولتج. يبقى أنا كده لما عكست اتجاه السرعة لاحظت من خلال القانون الـ EMF بتساوي الكي في الفاي في الأوميجا اللي هي بتساوي الفولتج لو أنا شغال ات نو لود، لاحظت إن أنا لو غيرت البولاريتي أو اتجاه الخاص بالأوميجا هلاحظ إن البولاريتي الخاصة بالفولتج هي كمان هتبدأ تتغير.
فدي كده كانت اول طريقه ان انا ممكن اعكس بيها البولاريتي. تاني طريقه ان انا اعكس اتجاه الاي فيلد، وده قلنا هنبدا نعكسه عن طريق ان انا اعكس البولاريتي اللي على ملفات الفيلد. فنبدا نوقف الاوبريشن. هبدا اعمل اوف للباور سبلاي، وهبدا اعكس البوزيتيف والنيجاتيف اللي على اطراف الفيلد، وبالتالي اتجاه التيار داخل ملفات الفيلد كده بدا يتعكس. فانا دلوقتي هعكس البولاريتي وطبعا هبدا ادرايف الروتور الخاص بالجنريتور عن طريق ان انا هخلي السرعه في اتجاه الكلوك وايز عادي جدا، وهنا بس انا غيرت البولاريتي الخاصه بالفيلد لكن رجعت اتجاه السرعه زي ما هو كان في البدايه كلوك وايز. فنبدا دلوقتي نشوف هل البولاريتي هتتغير ولا هتفضل زي ما هي. هبدا اسلط الفيلد كده، انا بدات اعمل مجال مغناطيسي، وبعد كده هبدا اتاكد من المود دي سي والان كنترول، وهبدا اعمل ران اخلي السرعه ب 2000 ولكن زي ما احنا شايفين السرعه زي ما هي في اتجاه الكلوك وايز. لاحظت ان البولاريتي الخاصه بالفولتج اتغيرت، يبقى انا كده لما غيرت البولاريتي اللي على اطراف الفيلد فاتجاه الاي اف اتغير، لاحظت ان هو بدا يعكس لي البولاريتي الخاصه بالفولتج اوتبوت الخاص بالجنريتور. فدي كده كانت الطريقه الثانيه. وطبعا لو وصلت لقيمه 2000 ار بي ام هوصل لتقريبا نفس الفولتج اللي هو كان ب 190 فولت. طيب لو انا عكست البولاريتي على اطراف ملفات الفيلد وعكست كمان في نفس الوقت اتجاه سرعه السيرفو موتور وبالتالي اتجاه سرعه الشافت، فانا دلوقتي هعكس الاثنين مع بعض، هلاحظ ان الفولتج هيبقى البولاريتي بتاعته بوزيتيف زي ما هي، لان حاصل ضرب الكي في الفاي في الاوميجا، انا عكست اتجاه الكي فاي وكمان عكست اتجاه الاوميجا، فحاصل ضربهم في الاخر هيبدا يديني بوزيتيف بولاريتي. فانا هنا هعكس اتجاه السرعه زي ما احنا شايفين بدا يتحرك انتي كلوك وايز، لاحظت ان البولاريتي الخاصه بالفولتج زي ما هي بقت بوزيتيف لان انا غيرت حاجتين مع بعض. لكن زي ما احنا شايفين عرفت منين ان انا عاكس اتجاه السرعه؟ لانها دلوقتي بتدور انتي كلوك وايز وفي البدايه كانت كلوك وايز. طيب عرفت منين ان انا عاكس البولاريتي على اطراف الفيلد؟ عرفت لان تيار الفيلد بدا يتعكس اتجاهه داخل الملفات، وده عرفته عن طريق المالتي ميتر، بدا يظهر لي علامه هنا نيجاتيف معناها ان اتجاه التيار بدا يتعكس داخل الملفات وقيمته تقريبا 0.1 امبير. يبقى كده احنا استنتجنا ان انا لو عايز اغير البولاريتي ممكن اغير اتجاه السرعه، او ممكن ابدا اغير اتجاه الكرنت اللي مار في ملفات الفيلد. دلوقتي هنبدا نشوف الاسئله الخاصه بالتجربه. هنا طبعا بيقول لي ايه من الاجابات دي اجابه صحيحه، فانا بدات اقول له the polarity of the exciter winding and the rotation direction، يعني البولاريتي اللي على اطراف الفيلد وكمان اتجاه السرعه اوف ذا جنريتور هم اللي بيحددوا لي البولاريتي الخاصه بالجنريتور فولتج. يبقى دي كده كانت الاجابه الصحيحه ان انا عندي حاجتين بيتحكموا لي في البولاريتي. اول حاجه اتجاه سرعه السيرفو موتور او اتجاه سرعه الشافت. تاني حاجه تبدا تتحكم لي في البولاريتي الخاصه بالفولتج هي كانت اتجاه الاي اف او اتجاه البولاريتي على ملفات الفيلد. شكرا ليكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس، وانتظرونا ان شاء الله في الحلقات الجديدة القادمة. هنبدأ نتكلم عن تجارب جديدة ونبدأ نشوف اللود كاركترستيكس الخاص بالدي سي سيبريتلي اكسايتد جنريتور.
you